المستشفى برضه، انه قدمنا جزء من اللي طلبنا نقدم للمدارس كلها. يعطيك العافيه دكتور، واشكركم انتم اولا ليه، لانه والله اهتميتوا يعني اهتمامكم بطالبات كون زيرو المستشفيات وغيرها الاوضاع انت عارفين الاوضاع احنا فيها، وربنا يحفظكم جميعا ويحفظ طالباتنا وان شاء الله احنا نتعامل في اي وقت. الله يعطيك العافيه وشكرا دكتور، اخذنا من وقتك كثير. لا لا الله يحفظك ويعطيك العافيه دكتور صباح، وبدانا في اي وقت. الله يعطيك العافيه. وبدانا في اي وقت دي مدرسه دي مستشفاكم يعني. وحتى لو عايزين زياره احنا هنكون معاكم هناك يعني، طبعا مش هنوصل ان شاء الله. الله يعطيك العافيه وشكرا يا دكتور. محاضر رهيب ان شاء الله، يكون في شراكات مجتمعيه دايما ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، والمستشفى طبعا بترحب بكم في اي وقت، وزي ما انتم شايفين المستشفى جميله بيكم واللي موجودين فيها ما شاء الله الحمد لله. هم نفسهم من الانطباع اللي قالوه بصراحه المستشفى نظيفه وجميله ما شاء الله يعني. نعم التطوير دائم، احنا دائما في كل زياره حتى لو جديد، وده كله لخدمة المواطن طبعا، المواطنين والمقيمين في المنطقة، وتوجه وتوجيه طبعا. الله يحييكم في مستشفى مستشارك، نقول يا مرحبا ومسهلا، واي خدمة من عندنا نقدر نقدمها لكم مرحبا الف، واي خدمة واي سؤال تحتاجون تسألون احنا حاضرين. مرحبكم كلكم طبعا. عندكم سؤال يا بنات؟ اي سؤال يخص المستشفى يا بنات؟ ها ايش الشيء اللي عجبكم في المستشفى او لفت انتباهكم؟ نعم شيء حلو؟ كل شيء حلو؟ لانكم انتم احلى، احنا في خدمتكم 24 ساعة، اي وقت انتم تامرون الله يحييكم، المستشفى يرحبكم اي وقت. الله يحييكم، وانتم ضيوف اعزاز علينا خفيفين، ونرحب فيكم والله. وسامحونا ودنا احنا عارفين انكم جايين، كان استعدنا والله ما قصرتوا كلكم، يعطيكم العافيه. والدكتوره صباح ما قصرت ان شاء الله، الله يعطيكم العافيه. احنا في خدمتكم اي وقت، انتم والمدارس كلها تحت امر.